الجرجير حنا قبل فاصل كنا معك، ويوم رجعنا من بعد الفاصل كنت تم أنت بموجود. نعم. إيه ودنا يعني كمل معك. تفضل. في الفاصل تكلمت أنا وياك في موضوع الجوائز اللي عندنا، بقي عندنا حنا سؤالين وجائزتين. نستضيف الخليفة عندي نزول طبعاً. عندي أنتم الحين. نعم عندنا إيه؟ نزول نستضيف على سؤال. أو سؤالين. اللي يجي على الإجابة نستضيفه. يعني فائز أنت فائز. أنت قرية الدلام نعم. تضع سؤال اليوم إيه نعم سؤال وبكرة اليوم. وبكرة وبعده وبعده واللي بعدها بدر ها إيه نعم أبدر يا محمد والجائزة وش هي نزل سكر يعني اللي يفوز من أهل الخرجة ومن أهل الرياض سهل بيجي لهم إيه نعم 8 كيلو حتى لو إنه من غير إلا من أجازة زيارة السؤال والجائزة عندنا طيب المدة نزل. مدة النزل هذا كم أساس الواحد يحسب حسابه عشان يعني يجيب ملابس ما يجيب ملابس يجيب شو اسمه أنا عارف الخرج فيها مسابح وفيها عين وفيها ولا ما عاد فيها شيء هو اللي بيجينا إحنا بنمشي بعد المعالم السياحية في الدلم بعد كم نوري المعالم السياحية تمام. كجولة سياحية في محافظة الدلم كذلك من العصر إلى 11 نعم. طبعا أبو محمد القرية فيها عدة جوانب نسيت أذكرها في الحديث الحديث عندنا طبعا الآن في بدأنا في الترميم بدأنا الآن الكتاب والشعراء اللي هم الآن زي ما تشاهد العم ناصر والعمنا كذلك مؤلفي أهل الدلم الكتاب والشعراء أنشأنا قسم سمينا الركن الثقافي الآن مبدئيا وحتكون في قاعة إن شاء الله مستقبلا أهدونا طبعا المؤلفين والكتاب فأنا ممكن يسقط سهمون الأستاذ المؤلف عبد العزيز بن ناصر البراك مشروع الخرج الزراعي ما شاء الله كذلك الدلم في 100 عام هذه مؤلفات الأستاذ عبد العزيز بن ناصر البراك ابن باز كذلك وحدة هذا أحد تأليفاته وأعلام من الدلم هذا لهم كتاب طبعا عندنا مؤلفين من الدلم ظنيت أنك جايبهن حقت تراث مثل أبو سلطان إيه إحنا نعرض الجانب الثقافي يستفيد من الجميع كذلك الأستاذة سارة بن عبد الله خزيم صاحبة صالة وسارة أهدتنا كتب لها مؤلفات المؤلفين هذيني سعداء فقط سارة هذا كتابين وقف الخرج سبيلك أدواء هذه كتب طبعا من مؤلفات أبناء أستاذي الأستاذ عبد العزيز صالح العسكر أهدانا كتب وتأليفة وهذا أحد كتبه حب الوطن الأستاذ محمد بن عبد الله المحسن هذا أحد كتبه المؤلفها ولا ننسى أخينا وصديقنا الدكتور هلال محمد العسكر زميلنا في جامعة التراث والثقافة الشاعر خالد الخنين أهدنا عدة كتب هذا أحد مؤلفاته طبعا هذه المؤلفات اللي هم الدكتور زيد الدريهم هذه كلها الركن الثقافي في قرية الدلم التراثية هذا مبدأ الركن لكن حيكون إن شاء الله مكان كامل أستاذ سعيد رحمة الله سعد الذياب كذلك طبعا أبو محمد الركن الثقافي كان في التأسيس وأبدأ أول من بادر في دعم الركن اللي هو سعادة العميد المتقاعد الأستاذ أحمد بن محمد الهويشي البيض الله وجهه بدأ في المبادرة هو تتالو هذا أحد مؤلفاته فيعني لأن وإن سقط حق أحد مؤلف كذا فهو ولكن هم مجموعة أكثر المؤلفين هذا واللي قدموا لنا ويعطيهم العافية هذه قريتهم وهذه محافظتهم إذا موقفوا رجال في إحياء الثقافة والتراث والماضي نعم هذه كلها مؤلفات الآن بدينا بأبناء الدلم يا أبو محمد الآن حتكون على مستوى منطقة الرياض وحتكون الركن حيتطور إلى الخارج في الثقافة ثقافة أحياء مثلاً الماضي وبعض الأعلام هذا من الوفاء في هذه العشر
الوفاء لمن ألف هذه الكتب. صحيح لأنها تعتبر وفاء منكم لهم، وهم وفاء منهم لبلدهم، وفاء منهم لمدينتهم. الوفاء صمة من صمات المسلم، صفة من صفات يعني أنا ما أقول، يعني أنا أفرح لأن مثلكم يمجد هؤلاء المؤلفين وهؤلاء. ثم الإضافة إلى أن أنتم في الجمعية يعني أسستوا كثير من الناس عندهم ترى التأليف وعندهم، لكن من بعض الناس ينسون، يعني حتى أني ما أنسى صاحب القصيدة، ما أنسى صاحب العطاء، ما أنسى. فلذلك حنا نقول اللي له أب وله أخ وله صديق ألف كتاب أو ذكر، لأنها إن هذه من الصدقة اللي هو ذكر، لأن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها أنت عدو كتابك، أنت هذه حياتك هي كتابك، أنت اللي أنت ضع فيها مؤلفاتك، ضع فيها أقوالك، ضع فيها صدقاتك. الأستاذ سعد الدريم أحد مؤسسي نادي الشرق طبعا، نسينا لا ننسى. أنا في كتب الله حقيقة يمكن سقطت سهوا، لكن يعذروني الإخوان المؤلفين إذا سقط. والله يعني أنا ما ظنيت أن العدد هذا من مؤلفين من هذا كلهم الدلم، أبناء الدلم، كلهم من الدلم، أبناء الدلم. إيه. نعم. وقد تكون عبد العزيز بن ناصر البراك هذا ألف الحين 8 كتب، آخرها أعلام من الدلم. من الدلم هذا آخر كتاب. نعم بس صدر من حوالي شهر ونص. نعم والله. وأنا أقول أتمنى إلى أن يعني نأخذكم على واحد واحد حتى نطلع بشيء. في الشاعر عبد الله الحركان لا ننساه بعد، ما شاء الله الله يرحمه متوفي، ما شاء الله طول عمر الحي، عبد الله بن عبد العزيز بن مبارك الحركان شاعر. وعبد الله ممكن يحفظ بعض شعره. والله انا اقول يعني وفاء منكم، وانتم اهل الوفاء دائما الوفي. وهذه اهداء منا، هذه من الركن الثقافي بقريه الدم التراثي الى قناه والدنيا، هذا اهداء منا لكم للاطلاع على الاستفاده منها. الله يسلمكم، تستاهلون. على طاري الكتب هذا، ما دام انهم يعرضون كتبها للدلم، اجل انا بعطيهم هذه هديه للقريه حقتكم. مقبوله تمام، هديه لقريتكم. والله لنا الشرف اهداء نقبلها. اول شيء تعرضونها عندكم هدايا لكم هذا فرك ان شاء الله، وبنزدوك ونعقد يلا في تدشينها ان شاء الله. تفضل طال عمرك. شكرا، مقبول هدايا لكم. انا اصل مولود الشامي في المناطق الجنوبيه كلها، من الباحة إلى نجران. ليش شرف الله. هي نفس النسخة واحدة بس إنها نسخة واحدة. ليش شرف الله. إهداء للجميع اللي الشباب كلهم. ما شاء الله. أستاذ. وتراهم يعني أنت عطيتهم. إيش؟ دافع في كلها تراث. هذا دعم لي. وأبو أنس من المحبين للتراث وللتأليف في التراث. ما شاء الله. صراحة يسمح. أنا والله ما ودي أطلع منك إلا. إذا شفت ناس من اللي يهتمون بالتراث أفرح صراحة. وتعرف عندنا في منطقة عسير الحين، نعم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال، نعم، مهتم في الأمور هذه كلها صراحة. صحيح. وسيدي ولي العهد حفظ الله محمد سلمان رؤية 2030 أتلم بالسياحة التراثية لإعلام نحن ماضي عريق في تراثنا وفي تعاملنا الحمد لله. اللي ما له ماضي ابو محمد ما له حاضر. نعم. احنا عشنا الماضي الحين يعني الدنيا ما سمعناه. نعم صح. سامري ما سمعنا السامري. ها الحين عند طيب. عند الرجال. طيب طيب انا اشوف لن بعد شوفها بعد ما تخلصون انا اعطيكم السامري اللي ما سمعته حق اجداد. هذه نسخه ان شاء الله مقدمه مني، بعطيها ان شاء الله كم نسخه له دكتور. ولا عاد ان اهل الدلم انه يحتاج على فيها بعد ما نسمع هذه اللي قدامه. هذه قامه طال عمرك. هذه تصير تبعكم انت. اللي عنده السامري في بعد لحظة من فضلكم، يعني قبل ما نشوف في فيديو قرية الدلم، لكن قبل ما نشوفه نبي نسمع من عبد الله قصيدة قبل ما يواجب فرح. القصيدة هذه حقت الشاعر رأس بن عبد الله بن مبارك بن حركان أثناء قرب المايك. موجود بعد شغال القصيدة. بعد القصيدة نسمع القصيدة أولا.